سبب وتفاصيل وفاة الفنان التونسي ياسر الجرادي، وإليكم تفاصيل الخبر في هذا الفيديو. فقدت الساحة الفنية والثقافية فجر اليوم الفنان المبدع المناضل والملتزم والمتعدد الاختصاصات ياسر الجرادي. وكان خبر رحيله الذي نشرته ابنة شقيقته فجر اليوم خبر موجع وصادم لكل من عرف ياسر الجرادي. الفنان الإنسان حامل هموم ومشاغل الوطن والمدافع عن القضية الفلسطينية، فقد كان محبا للحياة وتوفي الفقيد إثر أزمة صحية. ياسر الجرادي الفنان المثقف السائر على الظلم والقهر فارس ترجل عن هذا العالم، لكن ذكراه ستظل خالدة في تاريخ تونس. رحمه الله وأسكنه في سيح جناته. نسألكم في التعليقات الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذوي جميل الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.